افتتاحية الأهلي للدوري كان فيها تفاصيل فنية كتيرة، مردودها أعتقد لم يتوقف على الداخل المصري فقط، لكن أعتقد حتى المحيط العربي في لدى كل الأشقاء، ما دمنا نتحدث عن جذب المسابقة المصرية لعدد كبير من النجوم العرب وأيضا للمحللين والمدربين العرب. واحد من النجوم، نجوم العراق الكبار، لاعبا ومدربا ومحللا أيضا، الكابتن ميثم عادل، محلل رياضي وأحد المدربين في أحد الأندية الإماراتية، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف. كابتن ميثم، مساء الخير. مساء النور والسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز أستاذ إبراهيم والمهندس عدلي أخي الكبير العزيز على قلبي. أستاذ ميثم، يعني أهلا بيك ووحشنا ونفتقدك. والله أنا صراحة مشتاق لكم كثير كثير. هتيجي تدرب في الدوري المصري إمتى؟ والله ان شاء الله ان شاء الله يشرفني هذا الشيء، يشرفني ويشرف اي مدرب واي لاعب، لان احنا عندنا سوابق، يعني اللاعبين العراقيين اللي احترفوا في الدوري المصري مصطفى كريم اللي كان في الاسماعيلي نقل لنا اشياء جميله عن هذا الدوري يعني. وهذا انا يمكن افضل فتره عشتها في حياتي الكرويه كانت في مصر. جمهور عاشق، اعلام رهيب، شيء يعني شيء لا يصدق في الدوري المصري، مستوى فني عالي عكس ما يشاع يشيع البعض ان مستوى الدوري الفني المصري سيء وان الدوري المصري اسوء دوري. نعم في المنافسه هذا طبيعي، الدوري الايطالي نفس الشيء، منافسه ما مو مثل الاول، يوفنتوس كان مسيطر على البطولات، لكن الدول الاعلاميين دائما يريدون يسيئون بشكل او باخر للاهلي المصري بهذه الطريقه، انه يقللون من قيمه الدوري المصري، يعني الاهلي هو المسيطر على الكره المصريه، باريس سان جيرمان مسيطر في فرنسا، اسبانيا برشلونه واتلتيكو في ثلاث فرق، شو المشكله يعني؟ واذا كان المنافسه بين الفريقين، فهذا هو الموضوع دائما هو عمليه تثقيف، لانه انت عارفه وانا عارفه والكثير من الاعلاميين يعرفوا هذا الشيء. كيف شاهدت بدايه انطلاق النشاط الكروي المحلي والافريقي بالنسبه للانديه المصريه؟ والله الصراحه يعني من خلال متابعتي ومشاهدتي للدوري المصري والانديه المصريه سواء في افريقيا، انا اعتقد ان هذا الموسم سيكون موسم ناري جدا على كل الفرق. طبعا الزمالك بدا بدايه جيده، ولكن الاهلي يمكن رد عنيف في اليوم الاخر من المسابقه، بحيث بدا بدايه شديده، بدا بدايه كارثيه انا اسميها، ودق ناقوس الخطر وحذر المنافسين سواء في الدوري المصري او في افريقيا من موج واعصار قادم بقوه ربما سياكل الاخضر واليابس. انا كما ذكرت في اكثر من يعني برنامج في هذا الموضوع، البدايه اللي بداها الاهلي خاصه بدايه مرعبه، بدايه يعني اشعرتنا بان هذا الفريق جاهز، وانا اكثر ما اشاء يعني اكثر ما اثار انتباهي هو القدرات البدنيه للفريق، الفريق لياقته كانت جدا رائعه، حتى عندما حصل الطرد الفريق لم يتاثر، وبالتالي هو جاهز لهذه المنافسه وجاهز لكل البطولات على ما اعتقد. وبالنسبه للانديه المصريه طبعا بشكل او باخر انا اعتقد انها جاهزه لكل البطولات، لان هذا الموسم موسم استثنائي، خاصه احنا كنا في موسم سابق عانينا ما عانينا فيه من موضوع كورونا اللي ان شاء الله يبعدها عن الانسانيه ويكفينا شرها، وبالتالي اعتقد ان الفرق مستعده استعداد جيد. حتى في افريقيا انا راح اشوف يمكن الانديه المصريه بشكل وباخر افضل من الموسم الماضي. تعديل مستر بيتس موسيماني لطريقه اللعب بشكل فاجئ الكثيرين، حضرتك كمدرب شفتها ازاي؟ نعم انا باعتقادي شوف استاذ العزيز التنوع هو مساله مهمه في خيارات المدرب التكتيكيه، حتى شو يعني احنا في يعني مثل مصري جميل، حتى يحتار عدوك في يعني هاي كلمه، واحنا ان شاء الله مش اعداء، ان شاء الله منافسين داخل ارض الملعب، لكن اللي اشوفه تنوع جيد، لكن لابد ان يكون للفريق ستايل ثابت، اسلوب وهويه وشخصيه خاصه بالفريق. نعم الموسيماني فاجئ الكل بان لعب بثلاث محاور في وسط الدفاع او في خط في عفوا في وسط الدفاع كثلاث لاعبين، بحيث يرجع حمدي فتحي مع بانون مع اشرف ايمن لعمل البلوك واعطاء الحريه لاكرم توفيق ومعلول في الدخول الى منطقه الوسط، وبالتالي يكون السوليه وديان كمحوري وسط في خط الوسط حتى يعملون البلوك امام خط الدفاع، وبالتالي يكون هناك للفريق توازن من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. أفشى ايضا كان له ادوار لا مركزيه في التحرك، واعطاء بعض
المهام والمسؤوليات في جهه اليمين لانه يجيد التحرك في هذه الجهه بشكل مناسب. ميكي سوني كان اضافه للفريق على الجهه اليسرى واعطى الحريه لتاو بالتحرك في عمق وسط دفاع الاسماعيلي اللي يمكن انهكوه ويمكن حصلوا على ما يبغونه في الشوط الاول، وانا باعتقادي ان الشوط الاول هو الذي انهى هذه المباراه. لكن من وجهه نظري على موسيماني ان لا يجازف كثيرا وان لا يستمر بالمغامره من وجهه نظري الفنيه. لماذا؟ لان دائما على المدرب ان يحذر، لان هذه الطريقه ستدرس دراسه بالغه، وانت تعلم ان الكل اليوم يتابع النادي الاهلي ويتابع طريقه اللعب، وبالتالي عليه ان ينوع، لكن عليه ان يجد اسلوب ثابت للفريق، ستايل ثابت للفريق، هذا هو يمثل شخصيه وهويه الفريق. المجازفه طبعا مطلوبه لكل مدرب، عليه ان يجازف احيانا، ولكن هذه المجازفه يجب ان تكون محسوبه، وعلى على على السيد موسيماني ان يفهم جيدا ويعرف انه يمتلك دكه رهيبه. اليوم قوه النادي الاهلي في الدكه المتواجده، وهذا ما يحسب بالاداره ويحسب بالاستقطابات، وايضا يحسب بالاداره كيف تعاملت مع اللاعبين اللي غادروا الفريق. بالتالي على موسيماني أن يعمل عمل مناسب في تهيئة هذه الدكة لمصلحة الفريق في مسألة المجازفة. أنا لا أقول المجازفة غلط أو غير صحيحة أو غير موفقة، لا، المجازفة هي عمل من عمل المدرب، ولكن يجب أن تكون مجازفة محسوبة على أن لا يهمل هوية وشخصية الفريق في الستايل اللي يلعبه. وأنا لا أتكلم على النظام أيضا، لأن النظام هو مجموعة أرقام على أرض الملعب تغيرها الأفكار اللي في بال المدرب. يعني تحليل طبعا فني رائع، لكن ايضا تحليل واحد محب خايف بيحذر بيترقب زي حالنا. والله العظيم انا اتفق معاك، يعني احنا بنسعد طبعا بالمجازفات المحسوبه، وبنسعد اكتر انك تبقى عندك الاوراق اللي تسمح لك بالتنوع. وانت اشرت ببساطه وبحس المدرب ان اهميه التنوع والمفاجآت التي ينبغي أن تقدم باستمرار لأن العناصر تسمح بهذا. صحيح صحيح أستاذنا الفاضل، وأنا أعتقد شوف حتى أفشة، حتى الأدوار اللي أعطيت لأفشة في هذه المباراة والمسؤوليات والواجبات هي كانت مهمة جدا في عملية أن اللاعب قدر أن يظهر إمكانياته. ولكن إحنا دائما نتكلم أن أفشة يمكن ما يقدر يلعب دائما على الطرف، دائما يكون وراء المهاجم افضل كبلاي ميكر، صانع لعب، يستطيع ان ينقل الفريق في حالات معينه، في حالات الفريق يجد فيها صعوبه في مساله التمرير. واحنا لاحظنا الفريق في الموسم الماضي رغم المعوقات اللي اصابت الموسم الماضي من كثير من الاشياء من الاجهاد وغير ذلك، لكن النادي الاهلي اذا ما امتلك تمام التمرير، وانا اتكلم عن مساله التمرير لانها مساله مهاريه تتعلق باللاعب، التمرير مهاره، التحركات عمليه تكتيكيه، اذا ما اقترن التمرير بالعمليه التكتيكيه راح يجد الفريق صعوبه بالغه في نقل الكره، وفي خاصه مع الفرق اللي تلعب كيف اللي تلعب في الزون ديفينس او البلوك او تسكر مناطقها ومنتظره وتعتمد على الكونتر اتاك في انواع الاربعه اللي انت تعرفوها اللي هو الكولكتيف والاندفجوالي والكره الطويله اللونج باس او الاندر بريشر تحت الضغط. هذه العمليه الكونتر اتاك بانواعها الاربعه في فرق تجيدها في الدوري المصري وفي فرق تجيدها في افريقيا، وبالتالي على موسيماني ان يعلم جيدا ان لابد ان يجد الحلول ويجد التوليفه التكتيكيه لان الدكه تسمح له، ولان العناصر الموجوده والادوات الموجوده في هذا الموسم بالذات تسمح. يعني حتى احنا محمد شريف هذا اللاعب الحريف ما قدر يمكن يعني يلعب في هذه المباراه، انا ما اعتقد هو لم يلعب لانه يعني ما مقتنعين فيه او شيء، لا، هو لم يلعب لان النتيجه كانت 4-0 وجوده يعني ما كان له مبرر في هذه المباراه والمحافظه عليه في المباراه حسب وجهه نظري المتواضعه، لان اللاعبين ادوا. طبعا اللاعب احمد عبد القادر لاعب جدا رهيب، انا اعتقد انه سيكون له شان كبير هذا اللاعب في الايام المقبله، ايضا عمار حمدي اللاعب اللي نزل وكيف عمل التوازن في خط الوسط، قابليه رهيبه في الاحتفاظ بالكره، يعني اليوم فريق الاهلي يمتلك ادوات رائعه. على موسيماني ان يعلم ان جمهور الاهلي واداره الاهلي ربما لن يعني ما اريد اقول الكلام شويه حتى ينفهم بطريقه مناسبه، اليوم كل شيء متوفر لموسيماني، عليه ان يعمل جاهد في، انا ما اقول لك يحرز كل البطولات، هذا ما لا يوجد فريق في العالم يحرز كل البطولات، ولكن عليه ان يعلم جيدا ان التبريرات مال الموسم الماضي ربما لن تكون بشكلها المرن في هذا الموسم. عليه ان يعلم هذه النقطه،
جيدا واني اوظفها لصالح الفن. كابتن عادل، كابتن ميسم، سعداء جدا بمداخلتك وبتواصلك معنا دايما. الله يسلمك، شاكرين جدا ابراهيم، واشكرك انت والمهندس عدلي، اللي انا افتخر بكم، انتم اهلاويه من العيار الثقيل اللي يمكن يعني لكم مقام كبير سواء في قلبي وسواء في الشارع الاهلاوي. عموما الله يوفقنا هذا الموسم مع النادي الاهلي بحيث نشعر بالفرحه والسعاده كما غمرتنا السعاده في الايام السابقه عندما حصل على الخمس بطولات الجميله اللي اسعدتنا واللي يمكن ارهقت المنافسين وارعبتهم بالنادي، وان شاء الله النادي الاهلي هذا الموسم سيكون رقم صعب في كل البطولات اللي قبل. ان شاء الله. كابتن ميثم شكرا جزيلا. كابتن ميثم عادل واحد من نجوم الكره العراقيه الكبار واحد المدربين البارعين الحقيقه اللي بيعمل في الامارات، وهو رجل ايضا محلل رياضي له قيمته وثقله.